قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في فرنسا بدأت ملامح فضيحة فساد جديدة تظهر، والمتورطون هذه المرة مساعدون مقربون من مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين. فقد وجه القضاء الفرنسي اتهامات إلى كاترين غريزين مديرة مكتب لوبين في قضية وظائف وهمية تقاضت على أساسها رواتب من البرلمان الأوروبي كمساعدة للوبين. هذه الاتهامات أتت بعد أن حققت شرطة مكافحة الفساد الفرنسية صباح الأربعاء مع غريزي ومع الحارس الشخصي للوبين تييري ليجيه دون أن يتم توجيه أي تهمة إليها. ونفت زعيمة جبهة الوطنية بشدة هذه الاتهامات مؤكدة مرة أخرى أن التحقيق هو مجرد انتقام منها. أضافت الفرنسيون يحسنون التفريق بين القضايا الحقيقية وبين المؤامرات السياسية. إلى جانب التحقيقات الفرنسية يطالب البرلمان الأوروبي من لوبين وهي نائبة فيه تعويض الأموال التي دفعت كرواتب لهذين الموظفين دون وجه حق، لأنهما كانا يعملان في حزب الجبهة الوطنية بفرنسا وليس لصالح البرلمان الأوروبي.